Genau, auf einer Jas. Das ist das الظرف في النص مستمر. بدوس على اللي بيعلي كده، بدوس على السنة وتسيب واحدة بواحدة. عشان يكون واضح في الكاميرا هنختار زي ما انتم شايفين، وندوسه على اللي بيقفل وشغل. وندوسه يس الكلمة الطويلة دي، وبعدين ندوس الإبزار بيشغل. بعد كده أول واحدة نختاره ضمن بس كده، هو هيظبط نفسه. هو هيطول يعني، هياخد حوالي يعني 10 دقايق. فأنا نوقف الفيديو من ما يشتغل. زي ما انتم شايفين هو فتح. نختار اللغة العربية.